اخواني اخواتي، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد من سلسلة الاردوينو بالدارجة. في هذا الفيديو غادي نشوفو كيفاش يمكننا نقراو لي فالور ديال البوتنسيومتر اللي هو ريزيستانس فاريابل، ون طبعا نقراوهم في شي اكسل اترافير واحد الماكرو، وغادي نريبريزونتوهم في واحد الكورب ديناميك ديناميك تشارت. دونك بالنسبه للمونتاج، هو مونتاج ساهل. كما كتشوفوا هاد البوتنسيومتر عنده ثلاثه ديال لي بروش. دونك هاد جوج ديال لي بروش الطرفانيين هادو كنبرونشيو فيهم لاليمونطاسيون اللي هي لا ماسو في سي سي، وهاد البروش الوسطانيه هادي هي اللي غنكونو كناخدو من القيم ديال لا ريزيستونس اللي غتكون كتفاريا. غادي نديوها لواحد الانبوت انالوجيك في لاكارت اردوينو، وغادي نفتحو البورت كومينيكاسيون، غادي نبداو نقراو لي دوني ونديروهم في واحد الطابلو اللي غادي يكون كيتشونجا كل 30 فالور. دونك كل 30 فالور كيرجع للزيرو وكيعاود يبدا من جديد، وبالتالي الكورب غادي يكون معاه ديناميك. دونك نبداو التجربه ديالنا. اول حاجه غادي نوريكم بعدا سميتو المونتاج. دونك كما قلت لكم المونتاج هو سهل، حيت اللي مهم في هاد الحلقه اليوم هو كيفاش غادي نقراو لي دوني ونمثلوهم في كورب. دونك كيما قلت لكم خصو في سي سي ولا لاليمونطاسيون. دونك نجيبو لو 5 فولت هي اوكي، ونجيبو سميتو، غادي نجيبو من الاحسن نديرو بحال هيدا. سمحوا لي باش يجي داكشي استيتيك. نجيبو هادي لهنا ونجيبو هادي لهنا، ولا لي مونطاسيون ديالنا هنا ناخدوها من لهنا. دونك هذا غادي يجي هذا غادي يجي لنا 5 فولت ماشي مشكل. دونك يجي للجي ان دي، ديرو الجي ان دي بالزرق بلاو اوكي، هذا نديروه زرق بلاو، هذا نديروه بالحمر اللي غادي يكون غادي لونتري انالوجيك ا زيرو نديروه بالصفر اوكي، ها هو نديروه بالصفر يلا ها هو، ونجيبوه لونتري انالوجيك ا زيرو. دونك هذا هو المونتاج ديالنا. دونك عندنا البوتنسيومتر اليمونتي ب في سي سي 5 فولت، و لابروش الوسطانيه غادي تمشي لنا لونتري انالوجيك ا زيرو. دونك كيسالينا المونتاج، دونك نديرو المونتاج نصف في البريد بورد اوكي. دونك المونتاج انا ديجا عندي مصايبي كنفيريفيه، نركبو البوتنسيومتر ديالنا اوكي. شنو هذا ديليت واير اوكي. من بعد ما درنا المونتاج ديالنا غادي نكتبو الكود ديالنا في الاردوينو. دونك الكود حتى هو كما كتشوفو لي تري سامبل. شنو فيه عندنا؟ ديكلارينا واحد الفاريابل سميتو بوت، وافكتينا لو لونتخي انالوجيك ا زيرو. زور شي حاجه د الماء الله يرضي عليك. اه
دونك ديكلارينا فاريابل اخر سميتو R2. شكرا. عفوا انا نعاودو من الاول. قلنا ديكلارينا واحد الفاريابل انتيجر وافيكتينا له لونتري انالوجيك ا0. هذه اللي غادي نكونو كنقراو فيها لا فالور ديال سميتو ديال ولا لي فالور ديال بوتونسيومتر مي نكونو كناجيستيوه. ديكلارينا واحد الفاريابل سميتو ار2. اوكي هاد R2 هي الفاريابل اللي غنكونو كنافيكتيو له لي دوني اللي غنقراوهم من هاد لونتري انالوجيك ا0. في السيت اب غادي سميتو غادي نديكلاريو غادي نديكلاريو البوت او اللي هو البوتونسيومتر كوم انبوت لان غنكونو كنقراو منه، وغادي نفتحو السيريال كوميونيكيشن ونعطيوها في نعطيوها في البودريت، نعطيوها 9600 كما قلنا في المرة اللي قبل. دونك حيت ما مكونيكتي انا والو، دونك حتى كنكونيكتي حتى كنكونيكتي الاردوينو مع سميتو مع السوفتوير عاد كيعطيني لاكسي باش انني نشونجي. دونك هادي هي نفس لا فالور اللي كاين هنا في الكونفيغوراسيون ديال البورت كومينيكاسيون. وبالنسبه للبلوك اللي غيكون كيت اكزيكوتي عليه فيه البروغرام، غادي نافيكتي كما قلت لكم لا ريزيستانس ار2. هاد سميتو لي فالور اللي غادي يكونوا كيجيوني من هاد لونتري انالوجيك ولا نقراو من هاد لونتري انالوجيك صافي. وغادي وغن افيشي هنا لي دوني ديالي في سميتو في البورت كومينيكاسيون في سيريال بورت كومينيكاسيون. دونك لحد الساعة البروغرام ديالي هنايا سالينا. دونك غنجيو هنا غير باش نعرفو علاش كنهضرو. دونك البوتونسيومتر هو كي تروبريزونتا او السامبول ديالو كي تروبريزونتا في هذا الشكل. دونك عندنا ريزيستانس وعندنا هذا بحال كيمثل الكيرسور، هو ديك لابروش الوسطانية. دونك ملي كنحركوا هذا الكيرسور كتبدل لا فالور ديال ار2، وبالتالي فاش كتبدل لا فالور ديال ار2 كتبدل معاها طبعا سميتو طونسيون سورسي او هاد الفي اوت هادي. دونك هاد الفي اوت شنو العلاقه اللي كتجمعها ب ار2 وبهاد في ان؟ في اوت كتساوي ار2 على ار اللي هي سميتو لا فالور ديال لا ريزيستونس توتال مضروبه ديزولي هذه ماشي ار وانما في ان في ان. دونك هنا شنو اللي عندي ثابت وشكون اللي عندي فاريابل؟ اللي عندي هنايا ثابت هي ار، لان ار كما قلت لكم هي لا فالور توتال ديال سميتو ديال هاد البوتونسيومتر ولا ديال هاد لا ريزيستونس فاريابل من الطرف حتى للطرف. في الحاله ديالي انا هاد البوتونسيومتر عندي لا فالور ديالو توتال هي 1023 اوم. الار 2 هي لا فالور اللي كتفاري ملي كندور انا البوتونسيومتر كتبقى تفاري لي وكتعطيني كل مره على حسب فين حطيت انا الكيرسور، كل مره كتعطيني فالور في شكل. اوكي كنضربوها في ان، في ان اللي هي حتى هي كونستانت هي لا فالور اللي انا ماليمونتي بها لا ريزيستانس اللي كتخرج هاد الطونسيون هادي كنخرجها من لاكارت اردوينو هي 5 فولت. دونك بهاد العلاقه هادي هاد العلاقه هادي هي اللي غادي نكون انا كنحسب بها في اوت في العلاقه ديالها مع لي شونجمون اللي عندير في البوتونسيومتر.
اوكي. دونك فاش صايبت البروغرام ديالي، اول حاجه كما قلت لكم هنا البود ريت هي 9600، هي نفس لا فالور اللي عندي هنا. اوكي دونك نصيفط انفوي انا البروغرام ديالي لكارت اردوينو. دونك تمت العملية بنجاح. الى فتحت انا هنا السيريال كوم، هادي يبداو يتافيشو لي لي دوني اللي كيعطيني البوتونسيومتر. دونك انا غادي نديرو في الماكس، كما كتشوفوا لا فالور في الماكس هي 1023، 1023 ها هي. نورمال كيخصو يكون فيكس، لان الا كان كيتزعزع، غادي يخلق لي مشكل، ولي فالور ما غاديش يكونوا كيتعطوني، ما تكونش عندي واحد ستابيليتي ديال لي فالور. اوكي دونك كما كتشوفوا هادي لا فالور ماكسيمال هي 1023، لا فالور مينيمال هي 0 باش نعرف. دونك ملي تكون عندي لا ريزيستانس ايت ايغال 0 غيكون عندي التونسيون ايت ايغال 0، غتكون عندي لا ريزيستانس ايت ايغال 1023 غيكون عندي التونسيون كتساوي 5 فولت. اوكي شدو هنا نور نعطيكم بيان سور انا غادي نخلي لكم هذه المره الكود في الديسكريبسيون ديال الفيديو. اوكي كيما ديجا قلت لكم هاد الكود باش كنقرا انا باش كنكونيكتي الاكسيل مع الاردوينو فيا السيريال كوم، هذا ديجا كاينه في السيت ديال الاردوينو. دونك شنو اللي كندير انا، كوبيت نفس الكود، درت عليه لي موديف اللي خصني باش باش نقرا لي دوني بطريقتي. دونك نعطيكم لي شونجمون اللي داير انا. درت انا هنا واحد البوكل كتمشي من جوج حتى ل 32، لانني انا بغيت نافيشي لي دوني تكون عندي غير سميتو 30، عفوا بغيت تكون عندي انا 30 دوني يعني. اوكي دونك انا بغيت نقرا لي دوني ديالي حد هنا حد 30. اوكي دونك في هاد البروسيدير الاولانيه، هادي هي البروسيدير اللي غادي تكون كتفتح لي الكومينيكاسيون مع سميتو مع الاردوينو، وكنقرا فيها لي دوني اللي كيجيوني من الاردوينو. اللي هاد لي دوني هما لي فالور ديال هاد البوتونسيومتر اللي انا برونشي مع الاردوينو. دونك اول حاجه اش كندير، اول حاجه كنمسح كاع لي دوني، لان هاد سميتو غنكون اشاك فوا كنخدم بيها، دونك يقدر يكون الطابلو عامر. دونك كنمسح اول حاجه الطابلو ديالي، كندير هاد سميتو كندير هاد اللوب هادي اللي هي نسي هاد دو لوب. دونك هادي كيما قلت لكم ديجا كاينه في الكود انيسيال اللي كاينه في السيت ديال الاردوينو. دونك انا اش درت، شنو سميتو الجديد اللي درتو انا، وانني غادي نقرا لي دوني في دي سيلول. اوكي دونك عندي واحد البا اللي كتبقى تانكريمونطا كل مره بواحد، كتبدا من سيلول رقم جوج، ها هي مديكلاريه ديجا هنايا. دونك كتبدا من جوج وكتبقى غاده حتى ل 32، ان فوا كتوصل ل 32 كنرجع انا اش كندير، لا كنرينيسياليزيها انا في جوج وكنمسح. الى وصلت ل 32 كنعاود نمسح
كاع لي فالور ديالي ديال الطابلو كنرينيسياليزي هادي، ولي سيلول ديالي اللي هما سميتو السيلول الاولانيه اللي غادي يكونوا فيها لي فالور ديال البوتونسيومتر او ديال لا ريزيستانس. السيلول الثانيه هي عباره عن علاقه. هاد العلاقه شنو هي سميتو في اوت. دونك هاد السيلول هادي غنكون كندير فيها انا في اوت. في اوت كتساوي في ان. دونك هادي هي ال عفوا في ان هادي هي سميتو التونسيون اللي انا مالمونتي به البوتونسيومتر ديالي اللي هو 5 فولت. كنقراه من هاد السيلول اللي هي 2.6. سيلول 2.6 اوكي. 1 2 3 4 5 6 دونك 2.6 دونك هي 5 فولت اوكي. هي العمليه سهله، انا كنحاول نشرحها يمكن واقيلا الطريقه ديال الشرح ديالي انا فيها شويه ديال ثقيله. دونك انا ما يمكن واقيلا ما عنديش لي زوتي بيداغوجيك باش نوصل الفكره دغيا، ولكن المهم على العموم. دونك كما قلت لكم هادي لا فالور ديال طونسيون دونتري في ان اللي هي 5 فولت مضروبه في لا فالور ديال لا ريزيستانس ار 2 اللي كيعطيها لي اللي كيعطيها لي كيعطيها لي الكارت اردوينو. كنقراها في السيريال كوم مقسومه على لا فالور توتال ديال لا ريزيستانس ديال البوتونسيومتر اللي هي 1023. حاطه انا حتى هي في سيلول، حاطه في سيلول سميتو جوج ستة عفوا 1.6. اوكي دونك لحد هنا انا درت البوك اللي غادي تكون كتافيكتي لي دوني للطابلو ديالي في الاكسل باش ريبريزونتيهم في كورب اولا في تشارت. بالنسبه لهادي هي نفسها غير الا كانت عندك النقطه عوض الفاصله ولا الفاصله عوض النقطه. دونك هادي هما النيت دايرينها بحال هكذا باش البروغرام باش هاد البروغرام هذا يخدم سواء كنت مديكلاري البوان هي الفاصله ولا الفاصله هي المهم داكشي ديال السيستيم فرونسي مع السيستيم امريكان. اوكي صافي. دونك هادي البروسيدور الاوليه ديالي. درت لهنايا درت له واحد البوطون اوكي سميتو ستارت. دونك هاد ستارت فاش كتبرك عليه كيعيط على هاد البروسيدور الاولانيه. ودرت واحد سميتو درت واحد البروسيدور وحده اخرى باش ناريتي الليكتور. دونك ان فوا كنبرك على درت ثلاثه هي بوطون. ان فوا كنبرك على ستوب كيعيط لديك البروسيدور وصافي وكيحبس ليكزيكيسيون ديال الماكرو ديالي. اوكي دونك كما كتشوفوا هنايا هذه العلاقه درت هنايا باش تكون على العموم. انا غادي نحط هذا الشيء هذا غادي نحط هذا الفيشي، ما عرفتش كيفاش غادي نحطه صراحه في اليوتيوب، ولكن ديك الساعه نشوف كيفاش العمليه. اوكي دونك نديرو التجربه ديالنا باش نشوفو الامور كيف غادي تمشي. دونك اون فوا كنبرك على ستارت لاحظوا معايا. اوكي ها لي فالور ديالي كيتافيشاو. الكولون رقم 3 هنايا هاد الكولون هادي هي الكولون اللي كناخد فيها انا العدد ديال القيم اللي كي اولا ديال لي ميزور اللي كيتخادو اشاك فوا. دونك هي اللي دايره انا في الاوريزونتال اكسس 1 2 3 حتى 31
هنا كذلك نفس الشكل تاع 31. اوكي دابا غنديرو غادي نشونجيو لا فالور ديال البوتونسيومتر باش نشوفو شنو غادي يوقع. اوكي كما كتشوفوا لا ريزيستانس 75 ديال الاوم. هاد التونسيون اللي عطياني ممكن نزيد فيها 154 169 68. دونك هاد التونسيون اللي عطياني اوكي نطلع على الماكس فاش هاد كيوصل ل 31 كيسير انيسياليزا كيرجع كيبدا عاوتاك من الاول. اوكي نهبطوها لزيرو طلعوها شويش. دونك كيف ما شفتوا اخواني اخواتي العمليه سهله. دونك لوبجيكتيف من الفيديو ديال اليوم احنا وصلناه. دونك غادي نحبس ليكزيكيسيون ديال الماكرو ديالي ستوب. اوكي ها هو حبس. دونك كما قلت لكم اخواني اخواتي هذا هو لوبجيكتيف من لا فيديو ديال اليوم. كنشكركم على المتابعه ديالكم ونتمنى نلقاكم بصحه جيده وسعداء في حلقه اخرى من سلسله الاردوينو بالدارجه. وما تنساوش تابوناو معنا في سميتو في القناه ديالنا وديروا جيم للمحتويات ديالها.